بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة الثانية إعدادي، كتاب واحد الرياضيات، نستأنف مع الصفحة رقم 10. عندنا في النشاط الرابع كما نلاحظ انطلقت حافلة من مدينة مراكش نحو مدينة العيون، وعلى متنها عدد من الركاب. في مدينة أكادير غادر تولوت، في مدينة أكادير غادر تولوت ركاب الحافلة وصعد خمسهم، وفي مدينة طنطان نزل نصف ما بداخل الحافلة وصعد ربع ما بداخلها. وصلت الحافلة إلى مدينة العيون وعلى متنها 39 مسافرة. كم كان عدد ركاب الحافلة عند انطلاقها من مدينة مراكش؟ فهمت القصة؟ انطلقت حافلة من مدينة مراكش نحو مدينة العيون وعلى متنها عدد من الركاب. إذا شحال هو العدد؟ شحال هو العدد؟ المطلوب هو تلقى العدد. إذا هي انطلقت من مراكش نحو مدينة العيون وعلى متنها عدد من الركاب. في مدينة أكادير دابا هي غادا في الطريق، الحافلة انطلقت من مدينة مراكش نحو العيون طبعا، وهي منطلقة من مدينة مراكش إلى العيون ستمر بعدد من المدن، منها مثلا أكادير ياك. عندما وصلت الحافلة إلى مدينة أكادير نزل من الحافلة ثلث ركاب الحافلة بينما صعد خمسهم. مش عارفة الثلث شحال، راه هادشي اللي غيقولوا لنا في الاخر شحال غيكون فيها، في الاخر غيقولوا لنا شحال غيكون فيها، وحنا علينا نلقاو شحال كان فيها في الاول. اذا في النهايه، في نهايه الرحله ديال الحافله كما تتشوف وعلى متنها 39 مسافره، اذا غيعطيونا العدد النهائي طبعا بوصول الحافله الى مدينه العيون اللي هو 39 مسافره، هذا في النهايه. ولكن في البدايه المطلوب منا ان نجد العدد، ان نجد عدد المسافرين الذي كان على متن الحافله عند بدايه انطلاقتها. هذا هو السؤال. من اللي بدات كان فيها 39، من اللي وصلت كان فيها 39، من اللي وصلت العيون كان فيها 39. اذا شحال كان في الحافله من شخص، شحال كان في الحافله من شخص من اللي انطلقت من مراكش؟ الحمد لله. شوف، انطلقت حافله من مدينه مراكش نحو مدينه العيون وعلى متنها عدد من الركاب. في مدينه اكادير غادر تولوت ركاب الحافله، نزل من التولوت ديالهاش ديال واحد اكس ما عرفناش. اكس هو عدد الركاب. هنا فين تدخل المساله ديال المعادلات، ولا بحال غنتكلموا على معادله من الدرجه الاولى مثلا. اذا عندنا واحد اكس عدد ديال الركاب كان على متن حافله المنطلقه من مراكش الى العيون. اذا في مدينه اكادير نزل، في مدينه اكادير نزل ثلث هاد اكس. شنو هو اكس؟ اكس هو الثلث. راه قلنا نزل ثلث اكس، نزل ثلث اكس. شنو هو اكس؟ اكس هو داك العدد اللي ما عارفينوش. كواك، اكس هو داك العدد اللي ما عارفينوش واللي تمثل لنا عدد الركاب على متن الحافله ياك. اذا غادر ثلث ركاب الحافله، اذا غادر ثلث اكس ثم صعد وصعد خمسهم، يعني خمس هاد اكس. طبعا هاد اكس اللي هو عدد الركاب اللي كان على متن الحافله ملي كانت منطلقه من مراكش الى اكادير ياك، هاد اكس ملي نزل ثلث وطلع نضاف ليه الخمس ديالو، غيولي عندنا عدد اخر. حلو ولا لا؟ غيولي عندنا عدد اخر. في مدينه طنطان نزل نصف ما بداخل الحافله
إذن هذا العدد الآخر نزل منه النصف، ولا عندنا عدد آخر اللي هو إيغريك مثلا، إذن هاد إيغريك نزل منه النصف يعني ناقص النصف ديال هاد إيغريك، وصعد ربع ما بداخلها وصعد نضاف ليها الربع ديال هاد إيغريك مثلا. إيغريك شنو هو؟ هو العدد الآخر اللي معرف. العدد الثاني اللي تكون ما بين أكادير وما بين طنطان، ولا وصلت الحافلة إلى مدينة العيون وعلى متنها 39 مسافرة. إذن في النهاية عطاونا العدد الحقيقي اللي كان على متن الحافلة، ولكن من اللي وصلت العيون. عندي كم كان عدد ركاب الحافلة عند انطلاقها من مراكش؟ عندي هنا في خاصك تحول المسألة بحالك إلى رموز وإلى أعداد. الحمد لله. كيفاش تحول هذه المسألة بحال هذا الشكل إلى معادلة؟ الحمد لله. كيفاش تصيغ معادلة انطلاقا من معطيات كهذه؟ الحمد لله. إذا باش بغينا نعملوا دابا، أول حاجة داك العدد المجهول تنعطيه مثلا إكس، تنعطيه واحد الحرف. إذا شنو كانت في الحافلة في الأول؟ الأول كانت الحافلة على متنها إكس مثلا، شحال نزل في أكادير؟ نزل منها الثلث وطلع الخمس. شنو غنديرو؟ غنديرو مثلا إكس، إكس راه كاين في الحافلة، شنو غنزيدو له؟ زائد في أكادير مثلا غنديرو عدد المسافرين عند انطلاق الحافلة من أكادير، ياك؟ طبعا هي ملي انطلقت من مراكش كان العدد هو إكس فقط، دابا غنشوفو عدد المسافرين عند انطلاق الحافلة من أكادير، حيت ملي انطلقت من أكادير نضاف ليها شحال؟ نضاف ليها الخمس ونزل منها الثلث. إذن زائد واحد على خمسة إكس ناقص شحال؟ تحيد من الثلث. شنو الثلث؟ إكري. شنو هو الثلث؟ نزل من الثلث. الثلث هو الثلث. إذن الثلث ديالاش؟ حنا عطينا العدد الركاب هو إكس، عدد الركاب اللي كان الثلث تاع إكس. الثلث ديال إكس أش غنديرو؟ هو نزل منا الثلث، اش غنعملو له؟ زائد ولا ناقص؟ نزل منا ناقص. ناقص اش؟ ناقص واحد. خاصك تصيغي معايا المعادلة باش تعرف كيفاش غنديرو ليها. شوف مزيان هنا هانتي، عندنا ملي انطلقت من مراكش كانت فيها إكس، ملي وصلت لأكادير تزاد ليها الخمس، اشنو غنديرو؟ زائد ناقص، راه نضاف ليها الخمس، تزاد الخمس ديال داكشي اللي كان فيها، داكشي اللي كان فيها هو إكس. واحد على خمسة؟ زائد واحد على خمسة. زائد واحد على خمسة، ثم نزل منها الثلث. واحد على ثلاثة. اش غنديرو ليها؟ ناقص واحد على ثلاثة. ناقص واحد على ثلاثة، خاصك تصيغ بحال هاد الشكل، ناقص واحد على ثلاثة إكس، فهمتي ولا لا؟ دابا الحافلة وصلت لطنطان، ياك؟ نزل منها النصف، فهمتي؟ نزل منها النصف، هادي اش تساوي هاد المعادلة اللي عندنا هنا؟ اش تساوي؟ هادي تتساوي واحد العدد إيكغريك، فهمتي ولا لا؟ تتساوي واحد العدد إيكغريك، شناهو هاد إيكغريك؟ إيكغريك هو العدد ديال المسافرين الجديد، فهمتي ولا لا؟ العدد ديال المسافرين الأول هو إكس، العدد ديال المسافرين الجديد هو إيكغريك، فهمتي ولا لا؟ هاد إيكغريك هو العدد ديال المسافرين ملي انطلقت من أكادير، هو عدد المسافرين اللي على متن الحافلة ملي انطلقت من أكادير، فهمتي ولا لا؟ هذا هو إيكغريك. باش نعاودو من الأول باش تركز لك المسألة في راسك مزيان، عندنا الحافلة انطلقت من مراكش بواحد العدد حنا ما عارفينوش،
شنو عطيناه باش نرمزو له؟ حنا ما عارفينوش اش عطيناه. ها اكس رمزنا له باكس. اذا هاد الحافله غادا باكس عدد من مراكش للاكادير. ملي وصلت الاكادير هاد اكس طلع ليها تغيير. اولا نضاف ليها الخموس ديال اكس، يعني ان الحافله صعد ليها الخموس ديال الركاب، صعد ليها الخموس ديال الركاب، ثم نزل منها الثلث ديال الركاب، وبالتالي نضاف ليها 1 على 5 اكس، ونقص منها 1 على 3 اكس، وبالتالي هذا الشيء كله عطانا واحد العدد جديد اللي هو إيكغيك. فهمتيني ولا؟ هذا العدد إيكغيك غيطرى عليه حتى هو تغيير. إمتى؟ ملي غتوصل، ملي غتوصل الحافلة لطنطان. في مدينة طنطان نزل نصف ما بداخل الحافلة، عشنو غنديرو هنا؟ ملي وصلت الحافلة لطنطان نزل منا النصف، شنو غنعملو هنا؟ في مدينة طنطان نزل النصف واحد على جوج. إذا نزل شنو غنعملو؟ ناقص ولا زائد؟ ناقص. ناقص واحد على اثنان. دابا بقى لينا اشنو؟ واحد على اثنان اشنو؟ واش واحد على اثنان اكس ولا شنو؟ 36. لا دابا حنا ما باقي ما عارفينش حنا دابا شنو، ما عارفينش حنا العدد. قال لكم ماشي عدد لحد الان، عرفتي انت شي عدد؟ لا. وصافي غتعاملي مع المساله بهذا الشكل، بهذا المنطق. الحمد لله. انت دابا غتعاملي مع المساله بهذه الطريقه، بهذا المنطق. اذا وصلنا لطنطان الحافله نزل منها النصف. غنديرو اولا ناقص واحد على اثنان. دابا بقى لينا اشنو؟ ناقص واحد على اثنان اشنو؟ اكس. اكس هو عدد الركاب ديال الحافله ملي انطلقت من مراكش، وحنا راه شفنا ملي وصلت الاكادير وقع عليها تغيير. اكس. العدد اللي وقع في اكادير راه ولا عندنا عدد جديد، راه قلنا بان وقع عندنا اكس. دابا ولينا تنخدمو باكس. الحمد لله. اذا ملي وصلنا لطنطان غنديرو بان الحافله كان فيها ايكغيك، ياك كان فيها ايكغيك، ثم شنو نقص منها؟ شنو ناقص؟ شنو شنو ينقص منها؟ شنو نزل منها؟ نص. نصف. اذا اش غنديرو؟ ناقص اش؟ ناقص واحد على اثنان. ناقص واحد على اثنان اشنو؟ ايكغيك. ايكغيك. فهمتيني ولا فهمتينيش؟ ثم اشنو نضاف ليها؟ شوف، وصعد ربع ما بداخلها. اذا شنو اللي طلع؟ طلعوا ناس اخرين. شحال طلعوا من واحد؟ زائد واحد على اربعة اكغيك. زائد واحد على اربعة اكغيك. دابا شنو؟ وصلت الحافلة الى مدينة العيون وعلامتها 39 مسافرة. شوف اكغيك نزل منه فقط النص وتزاد الربع مباشرة. هاد العدد ملي وصلت العيون كان على متنها 39 راكبة. إذا هاد 39 راكب راهما هادوك العدد ديال المسافرين اللي حصل من بعد ما نزل النص وطلع الربع. هذا هو العدد اللي ولا، حيت ملي نزل النص وطلع الربع ما وقع حتى شي تغيير حتى وصلت العيون. حتى وصلت العيون، وصلت العيون شحال كان من عدد؟ ملي وصلت العيون شحال كان العدد؟ العيون جات في الاخر. ملي وصلت العيون، دابا تبع معايا القصة، تبعي على القصة، ها بحال القصة، هاد راه قصة ماشي شي حاجة، الحمد لله، بحال القصة تماما. هانتي في طنطان نزل النص وطلع الربع، فهمتيني ولا لا؟ قلنا النص اللي نزل هو النص ديال إيكغيك، نص ديال واحد العدد جديد اللي هو إيكغيك، ثم طلع الربع ديال واحد العدد جديد اللي هو إيكغيك. مباشرة ما وقع حتى شي تغيير حتى وصلت الحافلة العيون. ملي وصلت العيون عاد حسبوا الركاب شحال لقاو فيهم؟ 39. إذا هاد 39 فين غنديروها؟ 39 فين؟ تساوي. تساوي. غنديرو هنا 39، حيت مباشرة من بعد هاد التغيير، ملي وقع التغيير هذا
وقع حتى شي تغيير تلقينا هاد العدد هاو. اذا هاد العدد اللي كاين هنا مفروض يساوي 39، من المفروض عندنا حسب القصه من المفروض هاد المعادله اللي عندنا هنا خاصها تساوينا 39. اذا اش غنديروا دابا؟ اي كاي واش نلقاو ولا ما نلقاوش دابا؟ كان غنديروا له غنديروا 3 قسمه 3. ها؟ 3 قسمه 3. شنو 3 قسمه 3؟ اول حاجه تنجمعوا الايكايات مع بعضياتهم، هذه راه معادله، تنجمعوا لي زيكاي مع بعضياتهم. غنعملوا بايكاي هنا، شوفنا ايكاي هنا شنو؟ ايكاي مضروبه فاش؟ فاش مضروبه ايكاي هنا؟ في الحقيقه فاش مضروبه؟ واحد على اثنين. لا عندنا ايكاي فاش مضروبه؟ باش تبقى عندنا ايكاي بوحدها. هانتي شوف إيكغيك تتساوي شي حاجة مضروبة في إيكغيك، أشنا هي؟ شي حاجة مضروبة في إيكغيك باش تبقى هي هي، أشنا هي؟ أشنا هي؟ راه هي واحد. إذا عندنا هنا غنعملو بإيكغيك وعندنا مضروبة في واحد، إذا أش غنديرو هنا في القوس لداخل؟ واحد. غنديرو واحد. ثم شنو هنا؟ غنعملو بإيكغيك، أش غيبقى لينا هنا؟ عندنا ناقص واحد على اثنان ايكاك، غنعملو بايكاك اش بقى لينا هنا؟ غتبقى ناقص واحد اللي مضروبة في ايكاك، هاهي ايكاك غتبقى لينا ناقص واحد، إذا ناقص واحد، شوف هنا راه كاينه واحد ماشي ناقص واحد هنا، فهمتي؟ ناقص واحد على اثنان، ثم شوف هنا غنعملو بايكاك، هاهي هي هاد اللي درنا هنا، اش تبقى لينا هنا؟ ناقص واحد على 4 زائد واحد على 4، هذا ماشي زائد، زائد واحد على 4، زائد واحد على 4 ياك تتساوي شنو؟ 39. اذا عندنا ايكغيك هي، وغنحسبو هادو مع بعضياتهم شغتولي عندنا. اذا عندنا ايكغيك مضروبه فاش؟ عندنا واحد ناقص واحد على 2 شحال؟ واحد ناقص واحد على 2، واحد نقصنا منه النص شحال؟ 0.5. هي 0.5، يعني هي واحد على اثنان. هي واحد على اثنان، عندنا واحد على واحد هنا، نقدروا نضربوا في اثنان فوق ولتحت، غتولي عندنا اثنان على اثنان، وبالتالي غيولي عندنا نفس المقام اللي هو اثنان. اذا اثنان ناقص واحد، اثنان ناقص واحد هي واحد على اثنان. خاص المقام يكونوا بحال بحال. هاي شوف، واحد على واحد هنا، واحد على واحد هنا. إذا غنقدرو نديرو اثنان على اثنان، هاهي نعاودوها، ناقص واحد على اثنان زائد واحد على 4 تتساوي 39، فهمتي؟ إذا عندنا إيكغيك، هانتي حنا غنجمعو هادو مع بعضياتهم، غتولي عندنا اثنان ناقص واحد على اثنان زائد واحد على 4 تتساوي 39، ياك؟ إذا عندنا عاوتاني اش تساوي هادي؟ يعني هي إيكغيك مضروبة اثنان ناقص واحد شحال؟ واحد. واحد على اثنان هي اللي درناها في الأول، زائد واحد على 4 تتساوي 39، ياك؟ إيكاي تتساوي شحال هذي؟ خاصنا نضربها في اثنان، في اثنان، غتولي عندنا هذي في اثنان هي اثنان، تحت هي في اثنان هي 4، نديروها مباشرة زائد واحد، حيت هذي عندها هي 4، احنا وحدنا المقام، ياك؟ إذن اثنان زائد واحد هذه كلها تتساوي 39، توحد المقام تنضربو هذه في نفس العدد وهذه في نفس العدد باش هذا يولي عندنا بحالو بحال هذا. إذن شنو هو العدد اللي غنضربو فيه هاد اثنان باش يولي عندنا ربعة هنا؟ تنشوفو العدد اللي باش شوف شوف، أولا باش نجمعو هاد الكسر مع هاد الكسر خاصهم يكونوا عندنا نفس المقامات، خاص تكون عندنا ربعة هنا ربعة، ولا تكون عندنا اثنان هنا اثنان، غادي غنلقاو فيها صعوبة باش نزيدوها الاثنان. هنا عندنا السهولة باش نطلعو هاد اثنان من ربعة، غادي هنا سهلة. إذا تنختارو هاد الحالة الأولى، تنختارو الحالة الأولى. إذا اثنان فاش غنضربو باش تولي ربعة؟ اثنان فاش غنضربو باش تولي عندنا ربعة؟ اثنان جوج غنضربو في اثنان. إذا هنا ضربنا في اثنان، وحتى البسط غنضربو، توا غنضربو في اثنان باش العدد ما يتغيرش، حيت إلا ضربنا المقام والبسط في نفس العدد ديما ولا قسمنا على نفس العدد ديما، اي عدد بغيتي الكسر كله واخا تيتغيروا الارقام ديالو
القيمة ديالو تتبقى نفسها، وهذا هو المهم. العدد كعدد كقيمة تبقى نفسه رغم أن الأعداد تتغير، ولكن بشرط نضربوا المقام والبسط في نفس العدد. حنا دابا غنطلعوا المقام لهذا المقام لهنا باش يجينا الجمع سهل، باش الجمع يكون ممكن، وفي نفس الوقت خاصنا نحافظوا على القيمة ديال العدد. إذا غنضربوا هنا 2، هنا غنضربوا في 2، ضربنا هنا في 2 ولات عندنا 4 هيا، وضربنا هنا في 2 ولات عندنا 2 ها هي. هذا خليناه كما هو، لحقاش المقام ديالو هو 4 عندي. إذا هذا المقام ديالو بقى نفسه، وبالتالي حتى هذا غيبقى نفسه. إذا ها هو واحدنا، شتي احنا حطينا واحدنا. 2 زائد 1 دابا 2 زائد 1 هذه ولات 2، 2 زائد 1 شحال؟ هي 3 على 4. إيغريك مضروبة 3 على 4 تتساوي 39. إذا إيغريك واش تساوي؟ 3 على 4 في 3 على 4 إذا تتساوي 4 مضروبة في 39 على 3. هنا راه عندنا بحال إيغريك 3 على 4، راه بحال عندك إيغريك 3 على 4. بحال هناك جداء بين إيغريك 3 فوق في البسط، ثم عندنا 4 في المقام. تتعرفي بأن القاعدة اللي شفنا من قبل بحال عندنا 39 على 1، وقلنا بأن القاعدة اللي كانت عندنا هذه تتساوي هذه أ على بي تتساوي السي على دي. إذا فهذا تيعني بأن بي مضروبة في السي تتساوي أ في الدي. شفت ولا؟ إذا غنضربو هذه في هذه، ها هي 4 في 39 تتساوي 1 في إيكغريك مضروب في 3. غتولي عندنا هنا إيكغريك مضروب في 3، غتولي عندنا 3 إيكغريك تتساوي 4 في 39. ثم غنديو هاد 3 لهيه، وبالتالي هادي غنقسمو على 3 باش نلقاو إيكغريك. فهمتي ولا لا؟ تانا غنقسمو على 3، هادي هي النتيجة كيفاش غتكون. فاش يكون عندك مثلا أنت باش يكون عندك أ مضروب في السي تساوي أ في السي تتساوي مثلا بي، تتكون عندنا أ في السي تتساوي بي، إذا أش تساوي؟ تتساوي بي على السي. الحمد لله. حتى هنا عندنا 3 إيكغيك تتساوي هاد العدد، إذا إيكغيك أش تساوي؟ إذا تتساوي هاد العدد مقسوم على هاد العدد لهنا بحال هنا، فهمت؟ إذا أش تساوي؟ هاد أ تتساوي هذه مقسوم على هاد العدد، وهاد السي أش تساوي؟ تتساوي بي مقسوم على أ. إذا تتساوي بي مقسوم على أ. بغينا هذه تنقسم هذه على هذه، بغينا هذه تنقسم هذه على هذه. شفتوا ولا؟ نفس الطريقة هذه اللي طبقنا هنا. إذا إيكغيك تتساوي 4 في 39 على 3. إذا إيكغيك شحال تتساوي؟ 4 في 39 هاهي 4 في 39 4 في 9 شحال؟ 99 18 36 ها 6 ها 3 4 في 3 12 و 3 15. إذا النتيجة هي 156. 156 غنقسموها على 3، هذي غنقسموها على 3، عندنا 15 مقسوم على 3 شحال؟ 5. ها 5 في 3 15، من 15 صفر غنزلو 6، 6 على 3 شحال؟ 2. 2 إذا 52، طبعا 2 في 3 6 من 6 صفر. إذا إيكغيك تتساوي 52. إذا حنا دابا لقينا عدد الركاب اش من بلاصة؟ إيكغيك. أيوا شناهو إيكغيك؟ شرنا بين واحد الحاجة، هاد إيكغيك ابتداء من طنطان. هذيك ديال اكادير هما اللي جاو من مراكش. العدد اللي في اكادير هو اللي طرا على العدد اللي جا من مراكش. الحمد لله حتى وصل لطنطان. دابا تنتكلموا على العدد، طبعا عندو علاقه ب 39، هذا العدد الاخر عندو علاقه ب 39، وبالتالي غنبداو بالاخر ديال المعادله. الحمد لله غنبداو بداك العدد الاخر. شنو هو العدد الاخر؟ هو اللي انطلق من طنطان، هو العدد اللي تغير في طنطان حتى العيون.
دابا 58 غنعوضوها فين؟ غنعوضو في المعادلة الأولى. هاهي فهمتي ولا؟ المعادلة الأولى هي هادي. دابا عندنا إيكغيك حنا لقيناه هو 52 فهمتي؟ إيكغيك دابا لقيناه هو 52 غنعوضوه في هاد إكس الأولى فهمتي؟ هاهي إيكغيك هي هادي. نقلو العدد إكس زائد واحد على خمسة إكس ناقص واحد على تلات إكس تساوي إيكغيك. فهمتي عندنا إكس زائد زائد واحد على خمسة إكس ناقص واحد على تلاتة إكس تساوي إيكغيك ياك؟ هادي اللي قلنا. هاهي عندنا إكس زائد واحد على خمسة إكس ناقص واحد على تلاتة إكس تساوي إيكغيك. إيكغيك قلنا هي 52. إيكغيك هي 52 إذن تتساوي 52. إذا عندنا إكس زائد واحد على خمسة ناقص واحد على تلاتة إكس واحد على خمسة إكس ناقص واحد على تلاتة إكس تتساوي 52. إذا دابا غنديرو نفس الطريقة لإكس. شنو غنديرو ليها؟ غنعملو بها إما تنحاولو نعزلو إكس باش نخليوها بوحدها باش نلقاوها، باش تبقى إكس بوحدها ونبقاو الأعداد بوحدهم، وبالتالي شنو غنستطيعو نحسبو إكس. إلا خليناهم بحال هكا ميتحسبوش لينا، فهمتي ولا لا؟ إذا إكس فاش غنضربوها؟ واحد. هذه في واحد، أشنو آخر؟ زائد زائد واحد على خمسة. واحد على خمسة ياك؟ أها هي واحد على خمسة إكس، وإكس راه عملنا بها. هي راه ولات دابا عندنا على إكس واحد، واحد على خمسة إكس. هي واحد إكس زائد واحد على خمسة إكس. إلا بغينا نعاودو نشروهم حنا دابا غنخليهم معملين باش نحسبو إكس. ناقص واحد على ثلاثة، حيت إكس راه عملنا بها. هاهي بقات على برا. حقت إكس ما عندهاش العدد لو ما دارو ليها واحد. اللي ما عندهاش العدد ديالها راه في الحقيقة كاين معاها واحد، ولكن حنا تجاهلناه، حيت واحد تنتجاهلوه في الضرب، فهمت ولا؟ بحال صفر اللي تنتجاهلوه في الجمع. في الضرب عندنا واحد هو المحايد، العدد المحايد هو واحد. أي عدد ضربتي في واحد تعطيك العدد نفسه. ضرب مليار في واحد تبقى مليار، فهمت ولا؟ ولكن في الجمع ما نقدروش نزيدو واحد، إلا زدتي واحد تتغير الحساب في الجمع. إلا درتي خمسة زائد واحد ستة. إذا شنو هو العدد المحايد في الجمع؟ صفر. هو صفر. أي عدد زدت له صفر تبقى العدد نفسه لحساب العملية. إذا تتساوي 52. إذا هنا غنوحدو المقامات. كما تنشوفو عندنا واحد على واحد، عندنا واحد على خمسة، وعندنا واحد على ثلاثة. إذا شنو هو المقام المشترك بيناتهم؟ طبعا هنا تيختلف الأمر، ما عندناش واحد المقام مضاعف لعدد آخر، ما عندناش عدد مضاعف لعدد آخر، وبالتالي من الأحسن نديرو واحد المقام تيجمع بيناتهم كلهم. شنو هو اللي غيقدر يكون هنا؟ شنو هو العدد اللي يقدر يجمع بيناتهم كلهم؟ واش عشرة؟ واش تسعود؟ 15. العدد اللي غيكون هو 15. علاش 15؟ 15 لحقاش تيتقسم على خمسة وتقسم على ثلاثة، فهمتي؟ واحد وتقسم على واحد. ها؟ واحد كامل محسوب. شوفنا عندنا واحد على واحد، واحد على واحد بغينا نرجعو المقام 15، شنو غنديرو له؟ في 15. شوف هاد واحد بغينا نرجعو 15، اش غنضربوه؟ 15. وبالتالي اللي ضربنا المقام 15 شنو خصنا نديرو البسط؟ تاو نضربو 15. اذا واحد هو واحد مضروب 15، ثم زائد زائد عندنا هاد خمسة طلعناها ل 15، هي ولات مشروكة معاهم، طلعناها ل 15 فاش ضربناها؟ خمسة ضربناها في ثلاثة. في ثلاثة، شوف هنا هي مضروبة في ثلاثة، وبالتالي حتى أنا غنضربها في ثلاثة. إذا غندير زائد واحد مضروبة في ثلاثة ناقص، عندنا هاد ثلاثة فاش ضربناها حتى طلعنا ال 15 تاهي ولات مشروكة معاهم، ضربناها في خمسة، إذا غادي نضربها في خمسة،
وبالتالي هذا توا نضربه في 5، وبالتالي البسط توا نضربه في 5. إذن الثلاثة في 5 هي 15، هي محطوطة. شنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا على البسط، فهمتي؟ إذن عندنا 1 في 5 ناقصة هي ناقص 5. 1 في 5 1 في 5 هي 5. اش تساوي هنا؟ تساوي 52. إذن X شنو هي؟ إكس 1 في 5 إيه؟ عندنا 15 هنا لتحت، إذن 1 في 15 هي 15. عندنا زائد 1 في 3 هي 3، ثم عندنا ناقص هي 1 في 5 هي 5 تتساوي 52. إكس تساوي إذن إكس من الأحسن تنحسبوا كل شيء. إكس 15 زائد 3 بس نحسبوا كل شيء. عندنا هذه هي على 15 زائد 3 13. هانتي 15 ناقص 5 نديرو ديال الأولى. 15 ناقص 5 شحال؟ 10. 10 زائد 3 13 هي 13 تتساوي 52. إذا عندنا عندي 13 قسمة 15. ها؟ عندي 13 قسمة 15. غادي شوية صعيبة، من الأحسن نحسبوها مع 52، فهمتي؟ إذا عندنا إكس، شنو غنديرو لها؟ إكس أش تساوي؟ هانتي شو شونا شونا هنا راه بحال عندنا 13 إكس ولا إكس 13 إكس على 15 تتساوي 52 بحل على 1، فهمتي؟ إذا أش غندير؟ غنضربو هذي غنضربو هذي، مادام كاينة عندنا هاد العلاقة ديال تساوي، إذا ممكن نضربو هذي في هذي اللي لتحت، 52 نضربها في 15 تساويها، فهمتي؟ غتولي عندنا 13 إكس اللي هي إكس 13 اللي عندنا هنا، نعاودو نقادوها هنا، هي 13 إكس، أش تساوي؟ تساوي شو تساوي؟ 13 إكس. 13 إكس هي 13 إكس مضروبة في هاد واحد، أش تساوي؟ تساوي هي 13 إكس. شنو 13 إكس مضروبة في واحد هي 13 إكس. ثم أش تساوي؟ تساوي هاد 52 مضروبة في هاد 15. 52 في 15 إيه، تساوي 52 مضروبة في 15. واخا 52 في 15 شحال؟ خمسة في اثنان. خمسة في اثنان. عشرة. خمسة في خمسة. خمسة وعشرين. واحد. 26. نديرو نقطة هنا. واحد في اثنان. واحد في اثنان. اثنان. واحد في خمسة. خمسة. عندنا الصفر. 8 7 شحال؟ 780. 780 780 دير الركاب كل هذي ولا؟ ها؟ كاين شي كار غير 780؟ لا غنقسمها 13. غنقسمها على 13، غنقسمها على 13، إكس مازال ما لقيناش، إكس مازال ما لقيناش، فهمتي ولا؟ إذا عندنا 13 إكس تتساوي 780. الحمد لله. إذا إكس أش تساوي لينا؟ 13. أش تساوي إكس؟ تساوي 780 قسمة 13. 780 قسمة 13. إذا دابا هنا غنلقاو إكس، شتيها؟ إذا عندنا 780 قسمة 13، إذا عندنا 78 مقسومة على 13، شحال تقدر تكون؟ غناخدو عددين، غتجي 78. ميمكنلناش نقسمو 7 على 13، غناخدو 78 على 13. 13 و 13 شحال؟ 13 و 13. 26. 26. إذا جوج ديال 13 هاد، جوج
جوج ديال 13 26 26 شحال 52 52 ونزيد على 26 80 52 88 26 زائد 52 ماشي 78 78 اذا 78 مقسوم على 13 شحال 78 مقسوم على 13 غتجي 6 6 في 3 شحال 6 في 3 18 6 في 3 18 6 في 3 18 غنزيدو واحد هنا غندير واحد لواحد هنا نسلفوه اذا 6 في 3 18 ناقص 18 غنقصوها من 18 6 في 3 18 وهاد 18 غنقصوها من هاد 18 حنا درنا لواحد لواحد هنا صح هي صفر 6 في 1 شحال 6 وما نساوش هاد الواحد هي 7 غنقصوها من هاد 7 صفر صفر اذا غنزلو صفر هاد صفر ها ابقى كلشي صفر لا شوف نزلنا صفر هذا يلاه نزلناه هذا ما غايمشيش ضايع غنقسمو على 13 شنو غنعملو له غايولي كلشي غيعطينا صفر 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 عقل هاد القضية نزلنا واحد قسمنا على 13 غيعطي صفر حقاش حاجة كنضربة صفر ملي كنضرب بشي عدد تيولي كلشي صفر عرفت هاديك في الضرب تنهضرو في القسمة دابا انا الحمد لله حنا تنتكلمو على القسمة راه نزلنا واحد العدد غنقسمو على 13 ما يعطي والو بمعنى اخر غنزلو صفر وغنقسم على 13 ما غيعطي والو ما غيعطي والو اذا غنكتبو والو شنو هي بالارقام صفر هي صفر الحمد لله اذا صفر في 13 صفر دابا هنا غنرجعو للضرب صفر في 13 هذه حاجه اخرى صفر في 13 صفر غنقصها من صفر صفر ناقص صفر صفر فهمتي اذا العدد الاجمالي اللي هو اللي تهمنا هنا شنو هو 60 اكس اش تساوي 60 اكس تساوي 60 اذا شحال كانت اذا شحال كان عدد الركاب اف اي اي شحال كان عدد الركاب 60 ديال الحافله ملي انطلقت من مراكش 60 هو 60 غنعاودو نجربوها قلنا اكس هي 60 شوف انطلقت حافله من مدينه مراكش نحو مدينه العيون وعلى متن عدد من الركاب في مدينة أكادير غادر ثلث ركاب الحافلة وصعد خمسهم عدنا 60 شحال نزل منا غادر ثلث ركاب الحافلة وصعد خمسهم أعطونا 60 ثلث نزل منا الثلث شحال نزل منا الثلث كم فيها 60 على 3 20 نزل منا 20 شحال قال في الحافلة؟ 40 بقات 40 ثم صعد الخمس ديالهم الخمس ديال هاش الخمس ديال الخمس ديال 60 الخمس ديال 60 الخمس ديال 60 شحال؟ 12 هو 12 فهمتي؟ نص هو 12 راكب طلع 12 راكب نزلت 20 وطلعت 12 إذا عندنا 60 هانتي عندنا 60 ناقص 20 زائد 12 فهمتي ولا بحال 40 زائد 12 وصعد خمسهم هي زائد الخمس هي 60 على 5 شحال 6 على 5 هي 1 واحد في خمسة خمسة من ستة هي واحد هاي عشرة عشرة على خمسة هي اثنان عندي جوج في خمسة هي عشرة من عشرة هي صفر إذا عندنا 12 واحد هاي تزاد 12 شتي بحال قول بحال قول 40 زائد 12 هي شحال هي 52 إذا دابا الحافلة غتقلع من أكادير وفيها 52 راكب باش تفهم القضية دابا في طنطان طنطان نزل نصف نصف اش نصف الحافله اشنو هو النصف ديال اش نقول لي الرقم نصف 60
52 52 راه عدد جديد هذا، احنا تكلمنا على ايغريك الحمد لله. واش ايغريك هي 52 وشحال هاي هي 52. اذا في مدينه طنطان نزل الناس، الناس ديالاش 52 52 ها هي 26 نزلات 26 شحال بقات؟ بقات 26. اذا كانت عندها 52 ناقص 26 ثم شنو؟ وصعد ربع ما بداخلها وطلع الربع، الربع ديالاش يعني النزل ديال 26 او الثاني الحمد لله. الربع هي 52 شحال؟ الربع 52 ها عندنا عندنا نصفه هو 26 وربعه ربعه هو 13 ولا لا؟ زائد 13 شحال تساوينا؟ 52 ناقص 26 بقات عندنا غير 26 حيت 26 26 هي 52 إذا بقات عندنا 26 زائد 13 26 زائد 13 شحال؟ 26 زائد 13 39 إذا بقات عندنا 39 ها؟ ماشي هي 39 اللي كاينة؟ إذا طبعا هي انطلقت من طنطان وصلت العيون وحسبوا نفس هذوك المسافرين اللي انطلقوا من طنطان فهمتي ولا لا؟ إذا اللي هما 39 فهمتي القصة كيفاش؟ هنا هاد العملية أولا خاصك تحطها معادلات، ثانيا خاصك تمشي معها بشكل عكسي باش تلقى العدد الأول اللي انطلقت به الحافلة. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.